مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وعندنا كلام كتير الحقيقة على النادي الأهلي وعلى الفترة اللي جاية. مباراة فيتا كلوب هتبقى مباراة مهمة جدا وحاسمة بشكل كبير، ونهتم جدا ونتمنى طبعا يكون النتيجة فيها إيجابية والأداء كمان إيجابي بالنسبة طبعا لكل جماهير النادي الأهلي. كلام كتير مع نجمنا المنورنا ومشرفنا في استوديو السادسة كابتن إيهاب المصري نجم المقاولين العرب السابق. برحب بيك يا كابتن، منورني. أهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد جدا بتواجدي معاكم النهارده في قناه النادي الاهلي، وسعيد بتواجدي مع حضرتك اكيد. احنا اسعد اكيد. وخلينا نبدا معاك من مباريات اللي فاتت الاخيره للنادي الاهلي، ازاي شفتها، ازاي تابعتها، وازاي تابعت عوده يمكن بعض اللعيبه. خلينا نتكلم على جونيور اجاييف في مباراه طلائع الجيش. طبعا يعني من مكاسب طبعا كاس العالم للانديه او بطوله كاس العالم للانديه كانت هي عوده جونيور اجاييف تاني للملاعب بعد اصابته وغيابه 3 شهور عن الملاعب. اعتقد هو اضافه قويه جدا لخط هجوم النادي الاهلي، قوه هجوميه لا يستهان بها في خط هجوم النادي الاهلي. لعيب عنده حلول كتيره جدا سواء على الطرف او في مركز المهاجم الصريح، هيقدر يحل كتير قوي لمستر موسيماني في الحته دي، ممكن يقدر يلعب مهاجم صريح. فعودتهم هي من اهم المكاسب اللي انا شايفها الفتره اللي فاتت، ودي من المكاسب برضو اللي هي كاس العالم للانديه. اداء النادي الاهلي الفتره اللي فاتت طبعا في ناس كتيره جدا من جمهور النادي الاهلي مش راضيه تماما عن الاداء، او في تذبذب شويه. ماتش سيمبا كانت خساره بهدف وما كانش الاداء مطمئن، ماتش طلائع الجيش برده كانت نفس القصه، الاداء ما كانش مطمئن بشكل كبير. مكسب بس الجمهور كان قلقان شويه، وكان النادي الاهلي كان دفاعيا كان في بعض القصور، كان في بعض المشاكل في قلب الملعب عند النادي الاهلي في الماتش اللي فات، وده طبيعي جدا. يعني انا شايف ان المستوى النادي الاهلي بعد بطوله كاس العالم للانديه هو ده الطبيعي، اللي المستوى ينخفض شويه. بس الاهم حاجه في الفتره اللي بعد لما توصل لقمه مستواك في تحقيق البطولات وقمه مستواك الفني والبدني والذهني وكل حاجه، طبيعي هيجي بعديها فتره اللي انت مستواك يقل. يعني اهم حاجه وانت مستواك بيقل مكاسبك يعني ما تخسرش كتير، تطلع باقل يعني الخسائر من الفتره دي.